يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول من يقول نحن أمة عظيمة أكبر من أن نختلف من أجل زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذا القائل يدعو لشد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن أمة عظيمة نتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال تشد لقبر الرسول أو قبر موسى أو قبر أي كائن ما كان. فإذا كنا أمة عظيمة فلنتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.